جهة أنغولا الذي أرحب بتواجده اليوم بمدينة الرباط في إطار انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية أنغولا. حضوركم اليوم معالي الوزير بالمغرب دليل آخر على مشاعر التقدير والاحترام المتبادل السائدة بين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا ورغبتهما المعبر عنها لتعزيز التعاون على المستوى الثنائي. كما أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياقات دولية وإفريقية تتسم بتعقيد خاص وتتطلب مواجهتها مستوى مهم من التشاور السياسي والتوافق كآلية أساسية لصيانة الاستقرار بناء السلم وضمان الانسجام والحفاظ على مصالح القارة. والمملكة المغربية وجمهورية أنغولا لهما من التجارب والخبرات ما يمكنهما من القيام بدور طلائعي في على مستوى القارة الإفريقية. بين بلدينا هناك علاقات تاريخية متجذرة انطلقت من دعم المملكة المغربية لحركات التحرر في إفريقيا ودعمها لجمهورية أنغولا للحصول على الاستقلال، وكانت هذه التجربة خلقت روابط قوية بين البلدين قائمة على التضامن، قائمة على فهم مشترك لحقائق القارة الإفريقية، وعلى يعني عمل مشترك لتحرر القارة وتنميتها. علاقاتنا تشهد دينامية جد إيجابية منذ اللقاءين اللذين جمعا جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو في 2017 بأبيجان وفي 2018 ببرازافيل. وكان هذين اللقاءين فرصة لقائدي البلدين لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية. انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة كيجي 10 سنوات بعد انعقاد الدورة السابقة، وهذا كيعطيها واحد الأهمية خاصة لأنها مكنتنا اليوم من أولا توقيع على 7 اتفاقيات بالإضافة إلى بيان مشترك. ثانيا مكنتنا بأننا نتفقوا على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات في العديد من المجالات مع التركيز بشكل خاص على قطاعات السياحة، على قطاعات الفلاحة، على قطاعات البنية التحتية وقطاع الطاقة. اتفقنا كذلك على دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي له اهتمام خاص بالإمكانيات الاقتصادية التي تتيحها أنغولا والمملكة المغربية في العديد من قطاعات النشاط الرئيسية. كذلك تدارسنا إمكانية الرفع من عدد ووتيرة الرحلات الجوية بين البلدين من أجل تشجيع وتسهيل فرص التعاون والقيام بالأعمال. المملكة المغربية تتابع باهتمام كبير التطور الذي تشهده جمهورية أنغولا تحت قيادة فخامة الرئيس، وخاصة من أجل تنويع الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية داخل هذا البلد. المغرب كذلك يثمن كثيرا الدور الإقليمي الهام اللي كتقوم به جمهورية أنغولا في محيطها الإقليمي للدفع بالسلم والاستقرار في جوارها. المغرب يرى أن أنغولا هي فاعل أساسي على مستوى القارة الإفريقية لتحقيق الأمن والسلم. دورها في منطقة إفريقيا الجنوبية، دورها فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودورها في نزاعات إقليمية أخرى دليل على المكانة وعلى الريادة التي لأنغولا على المستوى القاري. المغرب يريد أن يشتغل مع أنغولا يدا في يد لتسمع إفريقيا كلمتها، وليكون لإفريقيا دور
في هذا العالم الجديد الذي هو في إطار التكوين. المغرب وأنغولا عندهم من الإمكانيات ليكون القاطرة الرئيسية لعمل إفريقي مشترك بعيد عن الإيديولوجيات والانقسامات ومبني على البراغماتية وعلى مصالح القارة الإفريقية. لهذا كانت المملكة المغربية دائما تثمن وتشجع كل المبادرات التي يتخذها فخامة الرئيس جواو لورينزو لتعزيز التنسيق وتعزيز الدور اللي يمكن تقوم به الدول الإفريقية على الساحة الدولية، والمغرب سيكون دائما مدافع على هذه المبادرات التي اتخذها فخامة الرئيس لأنها تنسجم كثيرا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لإفريقيا قادرة على حل مشاكلها بنفسها، ولإفريقيا قادرة أن تكون مصدر للحلول للإشكالات الدولية وليست عقدة أو ليست مشكل على المستوى الدولي. فإذا زيارتكم اليوم وعقد هذه اللجنة غتمكننا كذلك أننا نشتغل للتحضير للقاءات على أعلى مستوى بين فخامة الرئيس وجلالة الملك كما اتفق على ذلك خلال لقاءاتهما السابقة. فسنشتغل معا للتحضير لهذه اللقاءات على أعلى مستوى بمضمون يليق بطموحات قائدي البلدين ويليق بمكانة ودور بلدينا على مستوى الإقليمي وعلى مستوى القاري. مرة أخرى نحن سعداء باستقبالك أخي العزيز، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة منطلق لعلاقات أقوى في بين المملكة المغربية وجمهورية أنغولا، وشكرا. شكرا جزيلا. أود بادئ دبدا أن أشكركم، ولكن لا يسعني أن أخذ الكثير من وقتكم بعد المداخلة الرائعة لزميلي بوريتا وعلى حسن الحفا التي حظينا بها وحظت بها الفت مرافق لي. أود أن أشكركم جزيل الشكر وأشكر الشعب المغربي على طيب الحفاوة التي أحيطنا بها منذ حضورنا، وأيضا أشكركم على كل الحفاوة وكل الصداقة التي أعيتمها حيالنا. ونود هنا نقول بأن الرئيس جواو لورينزو وصاحب الجلالة هما بينا من خلال لقائهما السابقين بأنهما يسعيان لتطوير علاقة في منتهى الإيجابية من فائدة بلدينا. وزيارتنا كما أشرتم أخي بوريتا هي تأكيد لتلك العلاقة القوية والعميقة التي تجمع بلدينا، وتلك العلاقات التي كانت جزءا لا يتجزأ من تاريخنا الحديث. وقد ساعدتم في تحرير بلدنا أنغولا، ونحن ممتنون لكم على ذلك كل الامتنان. نشكركم على كل هذا، واليوم نحن هذه العلاقات الجديدة التي ننسجها تسمح لنا بتطوير بلدينا التي في ظل هذه التغيرات وتحولت. فما من بلد يمكن له أن يعيش بمعزل عن باقي الأصدقاء ودون أصدقاء، وهذا في منتهى الأهمية أن نفهم أهمية تطوير هذه الشراكات خصوصا وسيما في القارة الإفريقية، لأن هذا يستوجب الوحدة، والوحدة هي مصدر القوة، وهذه هي الروح التي تحدو شعب أنغولا لتوثيق هذه العلاقة وهذا التعاون مع المملكة المغربية. نحن سبق أن طورنا في الماضي آليات وأدوات ووسائل لتعزيز وتوطيد هذه العلاقة بفضل سلسلة وجملة من المبادرات التي أخذناها لتكون خارطة طريق لهذا التعاون، هذا التعاون الذي توج بعدد من
من التوقيع على الاتفاقيات، وهذا أمر واقع الآن، يسهل التوقيع أكثر من أن نفعل الأشياء، حتى وإن كانت الأدوات القانونية مهمة لترجمة هذه المبادرة في فعل ملموس. وبالتالي فالأمر يتعلق ليس فقط بالدولة المغربية والدولة الأنغولية، بل هذا يهم كل القطاع، كل المنطقة، كل الجهة، ونحن حريصون على العمل مع القطاع الخاص في المغرب للمضي قدما في تنمية وتعزيز العلاقة كما قلنا في السابق. وكما قلنا في لحظة سابقة، فجمهورية أنغولا نوعت وعدد اقتصادها، وهذا تنويع نسعى فيه لإحداث أهداف مشتركة جديدة بطرق قانونية وأيضا إجراءات عملية، خصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية التي تستلزم منا استثمارا هاما ولإحداث جو ملائم لحث القطاع الخاص المغربي على الانخراط. وهذا أعتقد بأنه سوف يكون إيجابيا ليس فقط لتعزيز إمكانيات أنغولا التي توفر عليه كبلد، بل أيضا للاستفادة من الموارد التي تستفيد التي توفر على المغرب مثل أو أنغولا مثل المواد الأولى وما شابه. وبفضل موقعنا أيضا، لأن أنغولا هي في منطقة تقع بين أفريقيا الوسطى وأفريقيا الاستوائية، وبالتالي فإن المغرب بالنسبة له من الدول الإفريقية الأكثر تميزا، ولديكم موارد طبيعية مهمة جدا، وأنغولا تريد بطبيعة الحال أن تعولم مقاولاتها من خلال استفادة من مواردنا، ومن ثم فنحن نعمل اليوم هنا من أجل، ونحن لدينا 400,000 مستهلك لمواد هي يتم تصديرها مع منطقة أفريقيا الوسطى وباتصال مع أنغولا، ومع ونحن لدينا حوالي 500 مليون مستهلك في هذه المنطقة، منطقة أفريقيا، ونحن إذن في وضع متميز، ونحن ندعو المقاولين المغاربة لتطوير المساهمة في تطوير مستمر لأنغولا ولترجمة هذه العلاقة التي نريدها، نريد أن نغذيها بمؤسستنا على مستوى المغرب وبين دبلوماسيين، فهذا مهم، لأن العلاقة بين الدولتين ليست مسألة دبلوماسية فقط أو سياسية فقط، بل هي أيضا أواصر بين شعبين ينبغي أن يترجموا آمالهم في الأعمال الملموسة. ومن ثم فإننا نحن نود أن نشكركم مجددا على هذه المبادرة من أجل إفريقيا، وأيضا علينا أن نذكر بتلك القوة التي ينبغي أن تحدو ميزتنا التنافسية للدفاع عن مصالح إفريقيا في عالم ما يشهد تحولا مستمرا، ونحن نود أن نتيح للقارة الإفريقية أن ترى توسعا في قدراته وكفاءاته وإمكاناته، لأن الإمكانيات في إفريقيا هي مهمة، ونحن سوف نستفيد أيضا وسوف نستفيد من تجربة وخبرة المغرب قدرة على تطوير البلد، وهكذا نأمل نحن أن نكمل بعضنا البعض بفضل ميزات كل طرف منا، وهكذا نحن هكذا نرى تنميتنا وتطورنا. فمن المهم بمكان أن يكون لدينا أيضا تعاطي مع القطاع المالي والسياحي وقطاع التربية والتعليم، يكتسي أهمية قصوى، لأنه دون جودة في العنصر البشري لا يتأتى لنا تطوير بلدنا، وهذا هو ما يميز علاقتنا في أفريقيا. علينا أن نتيح تعليم شبابنا
ليتمكنوا من التغلب على التحديات، وهذا يعبر بالتأكيد من خلال التربية، وهذه فرصة لا ينبغي لنا أن تفوتنا. وقد أبرمنا اتفاقا مع النادي الدبلوماسي، وبفضل هذا التعاون نأمل أن نتمكن من الاستفادة من هذه المبادرات مع الدبلوماسية المغربية التي هي التي لديها تزخر بتجربة كبيرة وتتملك كل قطاعها وكل ملفاتها، وهي جيدة في المفاوضات التجارية أو أي حتى في موضوعات ذات تعقيد كبير. ونحن نعرف بأن تقاسم تجاربنا معكم لن يكون إلا مفيدا ومثمرا. فبمنغولا طورنا قدرة على التعاطي مع بعض الإشكاليات في محيطنا، فكانت هناك توترات وإشكاليات، ولا يمكن نعيش في سلام إلا إذا ما عاش الآخر أيضا في سلام. وأنغولا ينبغي أن تفهم معنى التضامن وأن ننفتح على بعضنا البعض، وإذا كان هناك بلد في صعوبة علينا نمده اليد، وهكذا نرى عملنا ونرى إسهامنا من أجل هذه القارة الإفريقية. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.